الرحمن على العرش استوى، أي ملك العالم وما فيه. إذا كان العرش أكبر مخلوق خلقه الله في الدنيا، أكبر من السماوات والأرض، الله ملكه، فما بالنا بالسماء والأرض وما فيها، عظمة. فهذا معنى العظمة، وليس المراد جلس. الوهاب يقول استوى جلس. الله وطرد لوايتك برق بزده. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن معنى الاستواء هو استقر وعلى وصعد، يقول هل يدخل في ذلك أو هل ثبت عن السلف أن معنى استوى أي جلس على العرش؟ هل ثبت هذا المعنى؟ لا، ما فيها جلس. صعد، ارتفع، استقر، هذه العبارات السلف، ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت لفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك صعد الذي هو رابع. نعم.